جنابك ده اللابتوب بتاع مهران وموبايله اللي سجل لحضرتك منه كل المكالمات، ودي كده تبقى كل النسخ اللي موجودة عنده في البيت وفي المكتب، مفيش أي نسخ تاني. أنت متأكد إن مفيش نسخ تانية من التسجيلات؟ تلميذك يا باشا. في شنطة بره فيها 3 مليون جنيه. مهران، عايزك تخلص عليه وما يطلعش على الصبح. عاملة ايه مشيها؟ ايه يا غالية؟ كنت فين يا غالية؟ كنت في مشوار كده، بس أول ما كلمتيني جيت على طول. شكلك مبسوطة، أنا بقالي فترة ما شفتكيش كده. حاسة إني مرتاحة أوي، هحكي لك كل حاجة. تحكي لي بس بعدين، عشان أنا كمان عندي حاجة تفرحك. أنا الأوان نعمل اللي إحنا كنا ناويين عليه. وأنا جاهزة ومستنية الإشارة. سلاح صقر لسه معاكي؟ ما فارقنيش لحظة من ساعة ما اداهولي. كويس، يبقى يلا بينا نتوكل على الله. المهم الرجالة عارفين الخطة كويس؟ زي ما رسمناها بالظبط. توكلنا على الله. توكلنا على الله. يا رب. ارفع الماسك على وشك ده، ارفع ايدك فوق. جرحي، كان قلبي حاسس انك هتخوني يا جرحي. كنت فاكر ان انا ما شفتكش وانت بتسرق السجلات بتاعت هاني، ولا كنت مفكرني على نياتي، ولا كنت فاكرني هبلع طعم ان هاني بيبعتك ليا عشان تساعدني ما كان راضي؟ من اول يوم وانا عيني عليك وراكب تليفوناتك حتى انفاسك كنت بعدها. زعامه مهران باشا، انا ابن كلب وغلطان واستاهل ضرب الكسب، بس ما تموتنيش. ايه يا جرحي مالك؟ ما تمسك نفسك كده يا صحيح. الروح حلوه بس خلاص ما فيهاش، يبقى موت راجل بقى. ايه ده؟ استنى، خلي عنه. هات التليفون ده، هات التليفون. ايه ده؟ هاني باشا؟ طب ما الراجل طيب اهو بتطمن عليك. ايه يا جرحي؟ اشرب القهوة السادة على روح مهران؟ لا والله يا هاني باشا، ما كانش يتعز. لو كان ولا بده عايز تشرب قهوة سادة يبقى اشربها على روح جرحي، وابقى شغل له أغنية عيد ميلاد جرحي. البقاء لله يا هون، ما انجلكش في حاجة وحشة.